الجنة خلنا الله وإياكم إياها هي دار الخلد التي وعدها الله جل وعلا عباده، يقبلون عليها بعد الفراغ من الحساب، وأنفسهم تكاد تتقطع شوقا أن يدخلوها. لما؟ لأنهم مضت عليهم دهور كانوا فيها في الدنيا يعدون بدخول الجنة، فأحدهم يصوم حتى إذا أجهده العطش وأنهكه الجوع ووسوس له الشيطان أن يطعم، تذكر أن هذا ينسى إذا دخل الجنة. وأحدهم يقوم يترك فراشا وثيرا وزوجة وضيئة، ثم تخطو به قدماه إلى المسجد، وكلما وسوس له الشيطان قال ينتهي هذا إذا دخلنا الجنة. يمرض أحدهم فيشتد الألم ويعظم الكرب، فيقول سيذهب هذا العناء وينتهي هذا السقم إذا دخلنا الجنة. فإذا رأوا